يبقى في دوافع، لازم تشوف لعيبه عارفه قيمه التيشيرت اللي لابساها. انت كل مباراه مهيب مختلف عن الانديه، ليه؟ انت في شعب طب ما تقولش وبلد للعيبه ليه الكلام ده؟ بيتقال، خلي بالك. لا بيتقال، ليه طيب؟ بيتقال طب ليه؟ في شعب وبلد مستنيينك كل مباراه ان انت تفرحهم، فلازم الناس تبقى حاسه بالكلام ده. احنا كجهاز بدانا خلال الفتره اللي احنا موجودين فيها، ومن الحاجات الامور اللي هتلاقيها خلال الفتره الجايه اللي انا بقول لك عليه ده، كل اللعيبه اللي عندها الروح ده، اللي عندها الاستمراريه في الكلام اللي انا بقوله ده، هي اللي هتلاقيها موجوده. خدته درس سريع وبدري قوي. لا مش درس، انت الظروف اجبرت، يعني اجبرتك شويه على يعني مش عايز اقول على يعني القايمه، انت لا اجبرتك بتعلق شويه. الشماعه على لا الظروف. لا خالص امال ايه؟ خالص، ما فيش شماعه. احنا متحملين طبعا نتيجه الماتشين، وطبعا دي مسؤوليه واحنا متحملينها، بس انا بكلمك على اللي احنا عايزينه. الناس رؤيتها ايه المنتخب، واحنا رؤيتنا ايه؟ احنا مع الناس في ان احنا هنحاول نوصل. الثقه اللي مفقوده بين المنتخب وجمهور مصر يا مهيب دي مش هتيجي بين يوم وليله، لا لان هي طبعا. اتفقدت في وقت، يعني الثقه دي خدت وقت عشان الناس تفقد الامل في منتخب مصر او في لعيبه منتخب مصر. لا والبطولة فعشان على أرضنا ترجع دي يعني دي فرقت بشكل موضوع كبير فرق جدا. كبير. تخيل ان انت بتلعب مباراه كينيا وفي 1000 او 2000 موجودين في الملعب، ده صعبة ليه؟ دي. عشان نتائجك اللي قبل كده، مش عشان النتيجه اللي فاتت، لا على نتائجك في كاس الامم. طيب هل المنتخب الأولمبي أحرج المنتخب الأول بإحرازه كأس الأمم والمستوى والأداء اللي ظهر بيه قدام كل الجماهير؟ لا بالعكس، ده حاجه تفرحنا جدا، ان كويس. انت لما يبقى عندك عناصر كلها شابه، عناصر هتضيف لك كتير اما تدخل على اداء المنتخب. منتخب مصر فيه مشكله وهو الريتم. انت العناصر دي ان شاء الله هتدخل مع الفرقه هتعلي لك الريتم. الهدف بتاعك، الهدف بتاعك خلي بالك يا مهيب، انت انا زي ما قلت لك هو منتخب مصر مش محجوز باسم حد. والنقطه الثانيه، انا ما يهمنيش مين ال 11 في الملعب، انت عايز تحقق هدف، هدف هو النجاح. كابتن حسام البدري والجهاز عايز يحقق نجاح ليه وللمنتخب وللبلد وللمسؤوليه اللي هو ماسكها، فده هيجي باي 11 لعيب موجودين، اي 11 عندهم القدره ان هم يحققوا الهدف ده. ما يفرقش بقى فلان سيد مهيب، ده الامور مش هتفرق. طيب ازاي جهاز فني كبير وكابتن حسام موجود وحضرتك موجود وكابتن بركات ولحد دلوقتي بنلعب براس حربة محمود كهربا؟ يعني انا مش عايز ادخل في يعني تفاصيل اللعيبه، هي بس انت يعني كان عندك عناصر كانت هتبقى موجوده، ممكن اصابه البعض، ممكن عناصر كانت موجوده في المنتخب الاولمبي كانت المفروض هتبقى موجوده معاك برضو عشان البطوله كانت موجوده وبطوله مهمه. فخلال الفتره الجايه الكلام ده مش هيبقى موجود، الكلام ده يعني يعني عايز تقول لي لو مصطفى محمد ما كانش في المنتخب الاولمبي كنت هتاخده وتلعبه؟ مش عايز اقول اسماء مصطفى يعني لوحده، ما انت قلت اكيد كان عناصر في هيبقى المنتخب الاولمبي. عناصر هو مين عناصر في المنتخب الاولمبي؟ مصطفى محمد، ياسر، صلاح محسن، لا في عناصر كتيره يعني موجوده. واحمد ياسر ريان. فيعني اكيد ان هم لو المنتخب كان هيوسع لك دايره الاختيار حتى مهيب، كان يبقى عندك فرصه تفكر مهيب سيد احمد، فده بيدي لك اريحيه وانت بتختار حتى يعني. طب في ناس لفت